لم يترك الإهمال والفساد جانبا من جوانب الحياة في العراق إلا ووضع آثاره فيه، ولم يكتف بحاضر البلد ليمد يده صوب التاريخ وينهش منه ما يستطيع مهما كان يحظى به من أهمية وقدسية. جامع مرجان واحد من أهم مساجد بغداد المغلة في القدم، فقد بني الجامع الذي يقع في شارع الرشيد عام 758 للهجرة 1356 للميلاد، لكنه اليوم يعاني إهمالا واضحا على الرغم من وقوعه في منطقة الشورجة التجارية المكتظة بقلب العاصمة بغداد. جامع مرجان معروف هذا، يعني بناء قديم وكان إدامة صيانة، كانت لجان تجي تشرف عليه، زوار يجوا يفوت. هسه انهمل بشكل مو طبيعي، يعني ما اعرف شلون. من تناشد وياه من تحكي ما ادري. اللي هسه هو مال 100%، هسه ساعة وقت صلاة ساعة 12 الا. حاليا ما بي صلاة، ما بي حمامات، ما بي مخاسب، اي شيء ما بي. وانتم جاي تباعون، وهاي بسطيات وسياج تعبان وجامع تعب كلش، جاي يسيء يوم عن يوم. ويقول مرتادو الجامع والعاملون بالقرب منه إن إهمال الجامع الذي يعود تاريخ بنائه إلى نحو 700 عام تفاقم بعد أن قام الوقف السني ببيع محيط الجامع وتحويله إلى محل تجارية. جامع مرجان من التراث العراقي، من المعيب جدا أن وقف السني أفلح الجامع. يبيع بسطحات، العمال موجود نفق جوا على طول الجامع، متروك النفق بين نفايات مي، يعني حالة وثلها، يعني تضطرون وين عن بساطات؟ 5 شدات المحل، 6 شدات المحل، 7 شدات البساط تارستي، أبو الجامع الله مصلى على سادة، جامع سادة تصوره محل وسادة. جامع مرجان مهمول، عناية ما بي، كرش ما بي، ترتيب ما بي، زين مبيوع مساطحة، مال الوقف السني باعوا مساطحة، وهاك باوع جنابر كلها. وعلى الرغم من إعلان ديوان الوقف السني بأن رئيسه سعد كنبش وجه دوائر الديوان المعنية بإعادة تأهيل جامع مرجان، لكن عمليات التأهيل تلك بقيت شكلية دون معالجات حقيقية، بينما يتبادل الوقف مع الدوائر الحكومية الأخرى لا سيما أمانة بغداد ودائرة الماء والمجاري محاولات التنصل من مسؤولية ما آل إليه الوضع في هذا المعلم الإسلامي الأثري بعد أن غمرت المياه الآسنة أجزاء منه وتسببت بأضرار جسيمة، لتعكس واقعا محزنا لما أصبح عليه حال بغداد الرشيد.